وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد اقرأ فإن العلم وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد.